انطلقت بالأغواط الحملة الولائية الكبرى للتعقيم والتطهير كإجراءات احترازية من أجل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 واجب علينا نتجندوا كل 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 المجتمع المدني كل السكان نتجندوا اليد في اليد باش ان شاء الله نواجه هذا الوباء الحملة التي جندت لها كل الوسائل المادية والبشرية شهدت مشاركة واسعة للجمعيات والشباب المتطوع ويبقى المواطن حلقة أساسية في المساهمة في نظافة محيطه